نلفت النظر إلى شيء. يا ترى لو أنا سألت الله لكن وأنا أتوسل برسوله، هل أنا وقعت في الشرك في هذه الحالة؟ هل يقال أنني سألت غير الله؟ لا، لأنه أنا عندما أتوسل برسول الله بمن إلى من أتجه ومن أسأل؟ الله. أقول يا رب أسألك، إذن أسأل ربي بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما في إشكال. كثيرون هم الذين يقولون لا، ليش عم تتوسل بالنبي؟ النبي قال إذا سألت فاسأل الله. طبعا إذا سألت فاسأل الله، والذي يتوسل برسول الله إنما يخاطب الله، والنبي علمنا هذا. جاءه أعرابي رجل من الصحابة ضرير، قال يا رسول الله قد أضر بي العمى، يعني كثير عم بتأذى من عيوني، بدي اجي على الجامع وما عم بقدر وما عم بسلم، فادعو الله لي. قال له او تصبر يكون خيرا لك. فالرجل قال له والله صعب علي وبدي اجي على الجامع، ما في من يقودني، ما في. فماذا قال له الرسول؟ قال اذهب الى الميضه فاسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين ثم قل. من اللي قنوا هالكلام؟ النبي. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى. اللهم، شوف مسؤول مين؟ الله. اللهم فشفعه فيا يا كريم، ثم اذكر حاجتك. إذن النبي الآن إذا سألت فاسأل الله دل على هذا. هذا وذهب ففعل ذلك، توضأ ودعا الله وأكرمه الله بالاستجابة وعاد إليه نور عينيه. نعم. ونحن